حنا دابا اليوم الثاني من هذه المبادرة، يوم الحد 3 يوليوز. كيف شفتوا معنا هذه المبادرة؟ عندها إقبال كبير. كانوا معنا الأبطال، ديال الدار البيضاء، معنا لي باغا أولمبيك، معنا لي زاسوسياسيون، وكثير من الناس اللي جاوا جراو معنا بالعائلات ديالهم بالأطفال ديالهم، وكاين اللي جاوا افيك دي زاتليت افيك دي جروب اللي مشاو بور دي ديستونس امبورطونت 10 كيلومتر 15 كيلومتر تو سا. دونك هذه العملية عندها إقبال كبير، وتنشكروا الجميع اللي شاركوا معنا واللي جاو هنا واللي جاو للدار بوعزة والبوسكورة والجاردان دي ليرميتاج ولو بارك لا ليغا غاب وتف حدا الجامع الحسن الثاني، وبزيادة على الناس اللي مشاو هما بأقل مشاو للفيرودروم وأنفا بارك. دونك شكرا جزيلا، ونتمناو على الله بالله الدوزيام إيديسيون ديال هذه العملية تكون أكبر وأفضل، ويكون عندنا دعم أكثر من لي سبونسور ديالنا وال الاطارات، ونقدروا نديروا هذه العمليه ان شاء الله بخو دوزيام ايديسيون تكون بالمجان ولا بان بري سامبوليك. هذه هو الطلب ديالنا دابا، ونتمنوا على الله يجيو عندنا لي سبونسور باش نقدروا نشجعوا السبور بفعاليه، ويكون الجميع قد يشارك في هذه العمليه. السلام عليكم. حنا اليوم مجموعه ديال الابطال ديال رياضه الاشخاص بوضع اعاقه، جينا باش نشاركوا في هذا الجري من اجل كازابلانكا والمعالم ديالها. حنا جيت سعداء باش حنا نبرزوا القدرات ديالنا، وعندنا ابطال في البارا العاب القوى، وحنا جيت سعداء باش نشاركوا مع هاد الناس في هذا اليوم هذا، ونشاركوا كذلك الاسوياء متعة الجري في معالم مدينة الدار البيضاء. رسالتنا هو ان هناك رياضة ديال الاشخاص في وضعية اعاقة، ورياضة بمعنى الكلمة، وغادا تقول الكلمة ديالها ان شاء الله في المستقبل. كنتمنوا غير التحفيز والدعم والمساندة من جميع الجهات المعنية بالامر. اليوم كنتواجدوا في مدينة الدار البيضاء بالضبط في عيد دياب، تحفيز الساكنه ديال الدار البيضاء والاطفال والعائلات باش يكون عندهم واحد التحفيز، وتكون عندهم واحد الاستمراريه في هذه الرياضه. كما كتعرفوا بان التنقيب على المواهب كتتم من هذا من هذا من هذا الاتجاه، وهذه مناسبه باش جميع الساكنه ان شاء الله واللي يجوا اللي كاينين هنا في الدار البيضاء يحاولوا يتحفزوا ويكونوا ان شاء الله يكونوا ابطال المستقبل ان شاء الله. الصراحه انا جيت سعيد بالمشاركه في هذا، التظاهره هذه اللي نظمتها كازابلانكا راه، وبصراحه انا جيت فخور بعد الاتصال بالمؤسسه محمد السادس الابطال الرياضيين، من اتصلوا بيا وقالوا لي باش تشارك في هذه التظاهره، فلبيت الطلب على الفور. وبصراحه هذه المبادرات هذه مزيانه يكونوا حاضرين يكونوا واجدين هنا على صعيد مدينه الدار البيضاء. هي جات باش تعرف بالابطال ديال الدار البيضاء، وتعرف بالمناطق الرياضيه اللي الدار البيضاء اللي الصراحه اللي كاينه موجوده، بحال لا كازا بلونكيز، بحال بارك ديال بارك اونفا، بحال البارك ديال هنا ديال عين الدياب، بحال البارك اللي كاين هنا في جهه لارميطاج، البارك ديال المسجد الحسن الثاني. فهاد المناطق هذه كتشجع على الرياضه، وكنبغيو الساكنه ديال الرياضه تمارس الرياضه وتخرج تجري. وهذا المتنفسات هادو مزيانين وكيعاونوا على الرياضه. جيت من مدينه طنجه باش نشارك في هذا ليفينمون هذا. فكره جميله اللي كتزور المدينه بواحد الطريقه رياضيه، وكنتمنى تكون هذا ليفينمون هذا في مدن اخرى ان شاء الله، باش كتكون واحد النوع ديال السياحه في المتناول وفي المستوى، والناس كيشوفوا الدنيا وكيتعرفوا معنا جدود، الجروب جدود، وهذا اللي كاين.